كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل ابدا. لا تصاحب احمقا. تعرف الاحمق يا بني انت؟ تعرفه؟ قم اخبر اخوانك من الاحمق. الاحمق هو الذي يرتكب الخطا عن عمد، بخلاف المخطئ يرتكب الخطا عن غير عمد. ثم بعد ذلك ايضا الاحمق قد يرم نفعا فيضر، احمق. ولذا قال الشاعر: وكل داء ملتمس شفاؤه الا الحماقه اعيت من يداويها. فاحذر مرافقه الاحمق سيما في أبواب الدعوة، واحذر مرافقة من كان طياشا خفيفا. إياك، لابد أن تصاحب ذا عقل رزين، وأن تصاحب ذا عقل متين. لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب.